التمرين الخامس هذا الشانسمات 2019 العادية. دونك هنايا اكتم هنا عندنا اندماج، هذا خاص بس يعتبر خليط، هذا خاص بس يعتبر خليط الدوتريوم والتريتيوم. دونك هنا عندنا تفاعل اندماج. دونك اكسيرسيس 5، دونك عندي هنا اش 2 1 زائد اش 3 1 كتعطينا الهيليوم 4 2 زائد نوترون رقم 1 رقم 2 اعطي الاقتراحات الصحيحة. تساوي طاقة، هنا تساوي طاقة ربط نجداء النقص الكتالي وسرعة الانتشار، لا ومربع سرعة الانتشار، لان او كتساوي دلتا ام فوا سي كاري كتلة النواة أصغر من مجموع كتلة النوويات المكونة لها. صحيح، يخص الانشطار النووي النواة الخفيفة. دونك هنا لا، الانشطار كيهم النواة الثقيلة. دونك التفاعل هذا ماشي تفاعل اندماج، لأنه خصو يتحرر مع واحد الدقيقة. الانشطار النووي تفاعل نووي تلقائي، لا هو تفاعل نووي محرض. إذا جواب واحد اللي صحيح هو ب. باستعمال مخطط الطاقة حسب طاقة الرب. دونك هذه سهلة، دونك تقدر يعطينا شي مخطط الطاقة وما نعرفوش نتعاملوا معاه. دونك فاش كيقولنا طاقة رب للهيليوم، دائما طاقة رب كناخذ المستوى رقم 1 اللي فيه المكونات وكنقلب على النواة ديالي فين كاينة. النواة كاينة هنا، يعني طاقة رب ديالي غندير هذه او ال ديال الهيليوم، كندير هاد المستوى ناقص هاد المستوى. دونك 1 3 غندير او ال الهيليوم هو E1 موان O3 هي 4.66526 فاشرة أس 3 ناقص 4.666779 فاشرة أس 3. الطاقة الناتجة، دونك جوج الطاقة الناتجة، دائما الطاقة الناتجة كناخد المستوى جوج كنقص من المستوى 3. طاقة الرب اللي كنقلب، إلا كانت النواة هنا كندير غير هذا ناقص هذا، داكوغ، هي أو ليبيغي، هي القيمة المطلقة ديال دلتا أو، هي أو جوج ناقص أو ثلاثة، اللي هي 4.684566 فاشرة أس 3 ناقص 4.666 فاشرة أس 3، داكوغ، استنتج هنا. 4 استنتج الطاقة المحررة بالوحدة الماء عند إنجاز 1 مول مع 1 مول، يعني هذا متساوي المولات. دونك هنا كما كنعرفو الطاقة المحررة بريم هي ان فوا او ليبيري، داكو هاد ان حنا عندنا كمية المادة كتساوي ان على ان افوكادرو. دونك إلا بغينا عدد النواة هو كمية المادة فوا عدد افوكادرو، واضح. حنا عندنا امول يعني ان ايكالا ان ا، دونك هي 6.02 في 10 أس 23 في او ليبيري اللي غتخرج لنا دابا، غتخرج في هذا السؤال. 5 يمثل ان تي بي، دونك هنايا حنا قالك النرم ان تستعمل الوحدة تي بي كوحدة تمكن. يمثل ان تي بي الطاقة المتوسطة عند احتراق 1 طن من البترول، نرمز بان لعدد اطنان البترول التي يتعين احتراقها على طاقة مكافئة لتلك المحررة للاندماج 2 غرام مع 3 غرام. دونك هنا اول حاجة هاد الطاقة اللي خرجت لنا حنايا اوليبيري بريم غتخرج لنا بالميغرام، نحولوها لجول، هي 1.6 × 10⁻³ جول. هما قالنا كل ان تي بي كتمثل لنا 4.2 × 10⁻١٠ جول، داكو حنا نعرفو شحال عندنا من ان تي بي. دونك اللي غيخرج لنا اوليبيري بريم، حيت انا ما عنديش كالكي، دونك ان غتساوي لنا هي، دونك غتساوي لنا هي اوليبيري بريم على 4.2 × 10⁻١٠.
هو ما عرفوش.